أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات الماضية القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة أفضل مدير فني خلال 2022، والتي شهدت خروج المغربي وليد الرجراجي. وظهر الرجراجي في القائمة الأولية لسباق الأفضل عن لقب أفضل مدير فني خلال العام الماضي، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في كأس العالم. ولكن هل تعرض للظلم بوداع السباق مبكراً؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن منذ فترة عن القائمة الأولية للمرشحين لجائزة أفضل مدير فني في 2022، والتي شهدت تواجد المغربي وليد الرجراجي المدير الفني لمنتخب أسود الأطلس. فوجود الرجراجي في القائمة كان منطقياً، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه رفقة المنتخب المغربي خلال النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر. لكنه تلقى صدمة قوية بعدما أعلن فيفا عن القائمة المختصرة والنهائية لسباق أفضل مدير فني في 2022، والتي شهدت خروج المدير الفني للمنتخب المغربي. وقد خاض الرجراجي العديد من التحديات خلال رحلته الأخيرة مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم، بداية من توليه المهمة في وقت حرج خلفاً للبوسني وحيد خليلوزيتش، وتولى المهمة قبل انطلاق كأس العالم بأقل من شهرين، بينما عمل على لم شمل اللاعبين المغاربة بعدما أعاد الثنائي عبد الرازق حمد الله وحكيم زياش إلى قوام المنتخب، بعدما أعلن الثنائي اعتزال اللاعب الدولي بسبب مشكلات داخلية مع المدير الفني السابق. وضم الرجراجي عدداً من اللاعبين الغائبين عن المشاركة بشكل منتظم مع أنديتهم، لأنه نجح في تقديم أفضل ما لديهم خلال هذه النسخة الاستثنائية من كأس العالم. عمل الرجراجي تكلل بتحقيق إنجاز تاريخي باحتلال المركز الرابع كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز، وهو الحال بالنسبة للمدير الفني الذي اعتبر أول مدرب عربي وإفريقي يصل إلى هذا الحد في البطولة الأغلى في العالم. نجاح الرجراجي لم يبدأ مع رحلته مع المنتخب المغربي، إذ أنه بدأ الموسم قائداً للوداد، ونجح في حصد 63 نقطة متفوقاً على الرجاء بفارق 3 نقاط ليحتل صدارة الدوري المغربي ويتوج باللقب. وتوج الرجراجي كذلك مع الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الأهلي ليعيد اللقب للمغرب ويمنح الوداد بطاقة التأهل لمنافسات كأس العالم للأندية. والقائمة المختصرة للمتنافسين على ألقاب جوائز الأفضل يتم اختيارها من قبل لجنة تحكيم دولية من مدربي وقادة المنتخبات الوطنية وصحفيي كرة القدم والمشجعين المصوتين عبر موقع فيفا. حتى إذا تفوق المدرب المغربي على مستوى تصويت الجماهير فما هي إلا نسبة من معيار الاختيار للأسماء المتنافسة على اللقب، إذ يأتي تالياً تصويت مدربي منتخبات العالم وقادة المنتخبات إلى جانب تصويت الصحفيين، ما يعني أن خروج الرجراجي من القائمة المختصرة جاء بناء على عملية التصويت وليس للأمر علاقة بما حققه من إنجازات. وعلى الجانب الآخر فإن الثلاثي الذي تواجد في القائمة المختصرة قد حقق إنجازات كبيرة كذلك، إذ توج كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما توج غوارديولا بالدوري الإنجليزي الأقوى في العالم، كما أعاد ليونيل سكالوني كأس العالم للأرجنتين بعد غياب طويل.